أهلا بكم مشاهدينا الكرام عبر شاشة تلفزيون لبنان وبرنامج لبنان اليوم. لبنان اليوم للتو علمنا بحسب معلومات أن رئيس مكلف تأليف الحكومة نجيب ميقاتي سوف يلتقي فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. لبنان اليوم على قاب يومين ثلاثة من المسار المنطقي المؤدي إلى تأليف حكومة إذا وإلا. وإذا كان الجو الذي تحدث به الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بعد لقائه العاشر أمس مع فخامة رئيس الجمهورية العماد عون من قصر بعبدة يتلخص بعباراته الآتية: فرصة تأليف حكومة أكبر من نسبة الاعتذار، فإن المهلة التي أعطاها هو لنفسه أكد ميقاتي أنه حددها بالساعة وأن توقيتها ليس بمدة طويلة. وإذا كانت الشياطين تكمن في التفاصيل كما يقال، فنحن نبتهل إلى الله ألا يترك عزرائيل يواصل إفاد ممثليه التفاصيل إلى لبنان. حتى الآن تم إنجاز التفاهم على إبقاء القديم على قدمه بالنسبة إلى الحقائب السيادية الأربعة بالحكومة، وبالتالي اتفق على أن تبقى التوزيع الطوائفية كما هي. وأما الآن وقد دخلنا مرحلة الأسماء فإن العقدة تكمن بالاسم لوزارة الداخلية. في الحقائب الأساسية الخدماتية عين الجميع على الشؤون الاجتماعية وقد اقتربت من التيار الوطني الحر، فيما النظر أشيح عن وزارة الطاقة إذا صحت هذه الأقوال ولم يكن ثمة تخادع، فإن الجميع لا يريد وزارة الطاقة كما يشاع نقول. في الغضون أكدت أوساط مطلعة أن ضغط المجتمع الدولي وكارثة عكار وعشية الزفت المكعب كل ذلك يساهم في تقريب الوقت لبلورة التأليف الحكومية. هناك أيضا ضغوط داخلية وخارجية، هناك أوضاع إقليمية ضاغطة، ومنها ولا يستهان بها أن حركة طالبان سيطرت على أفغانستان، ومعروف يعني كيف سيطرت. هناك طالبان في أفغانستان، هناك إبراهيم رئيسي الرئيس المتشدد في إيران، وهناك الخليج، ها هي أمامكم وها هي التطورات أمامكم. معنا مباشرة الدكتور إدمون شماس، أهلا وسهلا فيك. هلاك سعيد استاذ جلال. يعني يمكن من جوني لهون نحن مثلك سبقناك، أخذت ساعتين وحضرتك أخذت ساعتين ونص. يا أهلا وسهلا. أنا بعتذر تأخرت شوي عليك 10 دقائق بس أخذتني ساعة ونص. ميو فوتار كو جامي، يا أهلا وسهلا فيك. إذا بدنا نقول أنه راح يصير لقاء الـ 11 بين الرئيس ميقاتي والرئيس عون الآن بقصر بعبدة إذا صحت المعلومات، برأيك نحن أين من تأليف الحكومة؟ أنا بعتقد أنه في ضغوطات دولية لتشكيل الحكومة نتيجة الأوضاع اللي هي متردية جدا، وبعتقد أنه ما عندهم خيار الطبقة السياسية الحاكمة. يعني بعد اللي الدمار الكبير اللي ألحقوه بالشعب اللبناني والدولة اللبنانية والمجتمع اللبناني، ما بقي مؤسسات عم تشتغل. مثل ما هلأ شفت حضرتك الطرقات هي معبية سيارات، معبية سيارات لأنه واقفين لي شو اسمه ليعبوا بنزين، مش أنه في حركة اسم الله. لا لا إيه بس أنا اللي عم أقوله أنه هالحركة هيدي على الطرقات الزحمة الكبيرة هيدي كلها نتيجة شو؟ انهيار البلد، انهيار الاقتصاد اللبناني وانهيار المؤسسات. فاليوم أنا مثلا ما عندي ثقة حتى لو شكلوا الحكومة، ممكن أنه يمكن يشكلوا الحكومة لأنه في ضغوطات كبيرة، لأنه وصل طريق مسدود. ولكن نحن متساءل طريقة تشكيل الحكومة اليوم هي بتشبه دايما كل الطرق السابقة اللي تشكلت فيها الحكومات، وهي محاصصة بين أحزاب السلطة. فالمحاصصة أدت الشماس نحن بمصيبة أو بكارثة، بيقال أنه إذا جينا على الحكومة مصيبة نص مصيبة مثل ما بيقول العربي الدارج، ولكن الأدهى من هيك أنه القوى السياسية عم بتفكر كيف حصصها وما بعرف شو، ما بعرف إلا ما هنالك، يمكن لهم حق بالناحية الدستورية والقانونية وما بعرف شو، والعالم ما عنده ربطة خبز. إذا مش كل العالم 50% من الناس، طيب ما هودي الناس جابوا هاي القوى السياسية. هلأ شوف أنت اليوم بأي مجتمع بيصير في انتخابات عادة ديمقراطية، إجمالا بلبنان دايما في انتخابات نص ديمقراطية، لأنه في مناطق معينة في هيمنة من قوى سياسية بمناطق معينة بتمنع المرشحين تتحرك بطريقة ديمقراطية وتعلن عن برامجها وتتحرك، كذلك تمنع على الناخب أنه كمان يتصرف بطريقة ديمقراطية. أنا عم أقول بكل المناطق اللبنانية، بس على القليل نص المناطق اللبنانية لا يوجد حرية الاختيار والانتخاب. هذا أول شيء. لا على أول شيء أستاذ شماس، نحن ما عم ندافع عن حدا، بس لنحكي يعني في مرات تمرق هذه الجملة مرور الكرام، أنه بمناطق حزب الله وأمل أنه خلص ممنوع على التحرك.
حتى لو تحركوا قدام عم يتحركوا أكثر من 20%، يعني 80% من الشعب راضي بحزب الله وبأمل، واللي بيّن أنه وقت نزل الحراك على الشارع فنشون بنزول ناس من ناس موجوعين بس نزلوا ضد الحراكيين من حركة أمل وحزب الله. هلا أنا ما بدي فوت كتير بموضوع، لا أنه هون حتى ما نوقف عنه يعني، ولكن نعم. أنا بعتبر أنه حتى بالجبل بمناطق اللي فيها وليد جنبلاط كمان في نوع من هيمنة، وهيدي كلياتنا بنعرفها وهيدي مش جديدة، ونفس الشيء بمناطق الثنائي الشيعي. بعتقد أنه المناطق اللي فيها أكثر حرية وأكثر ديمقراطية هي المناطق المسيحية، وعم بحكيها مش لأني أنا مسيحي، لا لأنه مكون المسيحي بالوطن دائما عنده مشدات وحراك، مورو يونو تاكسي ايه الموارنة لا ينتظمون ايه، وفي, وفي, وفي كمان تنوع نعم، يعني ما في طرف أو اثنين أو ثلاثة بيتحكموا بالمناطق المسيحية، عم بحكي بالناخب المسيحي. نحن متمنى أنه كمان يصير في تنوع عند الشيعة ويصير في 4-5 أطراف مش طرفين وكمان بيتحالفوا بين بعضهم لو حتى مختلفين، ولكن هن بيفرضوا عليك بالتركيبة بالدولة اللبنانية انهم الثنائي الشيعي. لا بقى فيك تشكل حكومة بطرف واحد منهم، لا بقى فيك تعمل اي شيء بالبلد، مصرين انه هن بدهم مثلا وزارة المال، مع انه اخر ثلاث وزراء هن وزراء عليهم شبهات كبيرة بالفساد وعليهم كمان عقوبات من وزارة الخزينة الامريكية. وبعدين شو عندنا؟ دين عام 100 مليار دولار. نعم طيب، وبعدهم مصرين بدهم وزارة المال. إيه بس طيب كيف انت بدك تعمل انت انقاذ اذا عم تحكي عن الثنائي الشيعي؟ ما هي انتخابات الرئاسة والحكومات التي تعاقبت هي تسوية ثنائية مسيحية. قبل ما تكون بين عون والحريري هي كانت بين جعجع وعون، هاللي هن رجعوا بعد 15 سنة وصلوا 15 سنة وصاروا ثنائي مسيحي. إن كانوا أنا الفرق هو الفرق عن الثنائي الشيعي إنه هني متعارضين، بينما الثنائي الشيعي منسجم. خلينا نحكي هلأ، هو أكثر من ثنائي اليوم، حتى لو الثنائي مثلا القوات والتيار الوطني الحر كونوا الثنائي وضلوا ماشيين بالسلطة سوا، ما عندهم القدرة على الأرض يفرضوا بالمناطق المسيحية نفس الشيء اللي بيفرضوه الثنائي الشيعي بالمناطق اللي هي فيها هيمنة. عندهم سلاح وعندهم ميليشيا مش بس هيك. طيب بس نحن لو كان في سلاح على الساحة المسيحية ما كانوا رجعوا قتلوا بعضهم. اوكي يعني. بس هيدا ما بيعني اني انا مؤيد لأسلوب نعم. الثنائية نعم. انا مع المبادرة الفردية، انا مع الحرية الشخصية، انا مع انه يكون في نواب مستقلين، انا مع كسر هيدا انه 4-5 احزاب ولا 5 زعماء بلبنان هن متحكمين بالقرار وهن بيقرروا وقت اللي بيتفقوا شو لازم يصير، وقت اللي بيختلفوا كمان شو بده يصير. نعم. من اضطرابات ومن صراعات ومن والى اخره. طيب هلا عم بيألفوا حكومه، شو راح يعملوا؟ انا برايي ما حيعملوا شيء حتى لو تشكلت الحكومه، لانه طريقه تشكيل الحكومه هي محاصصه. هن حيعملوا حكومه شبيهه باللي حكومات السابقه، يعني شبيهه باللي حكومه حسان دياب، حيضيفوا عليها تيار المستقبل والاشتراكي بطريقه رسميه. بعدين انه انا مثلا طب مثلا شو عملت السفيره الامريكيه عند ميقاتي وعند الرئيس عون امبارح؟ انا برايي بدنا انت شفت البيان قريته بحرفيته. اليوم الامريكان هن بدهم انه ما يفلت الوضع بلبنان، وهن بدهم حكومه. هلا اكيد كان عندهم شروط من سنه غير الشروط اللي عندهم اياها اليوم. هاي بدي وصلك واكبر رأيك. دليل على ذلك انه انت من حضرتك بالبدايه حكيت شوي عن افغانستان، وانا برايي اللي صار منه شيء طبيعي. بيقولوا لك نحن ضد التطرف وضد هن سلموا افغانستان لطالبان. هن اصلا اللي صار هو في اتفاقيه تمت برعايه قطريه، وكان في مفاوضات تمت خلال فتره 3 سنين بين واكثر من 3 سنين بين طالبان وبين الامريكان. وشو عملوا الامريكان؟ ضغطوا على الحكومه الافغانيه وفرضوا عليها انه يمشوا بالاتفاق، وبلشوا يطلقوا سراح الاف الطالبان. واخر شيء الامريكان شو قالوا؟ نحن بدنا ننسحب. وقت قالوا بدنا ننسحب الحكومه الافغانيه بلشت تنهار، ما بدها تقاتل، لانه هي متكله حضورها على مين؟ على الامريكان. الامريكان هن سكايا، هن بدهم طالبان ترجع تستلم، هن بدهم يسلموا كل البلد لطالبان، بس اكيد في شروط سريه. رح نرجع عليها اكيد في شروط سريه، لانه بالزمانات ايام اسامه بن لادن صار في اعدامات للحزب اليسار لليسار اللي كانوا مستلمين واللي تابعين روسيا، وسلموا وقتها يعني القاعده وكذا الامريكان بطريقه او باخرى. يعني لو الامريكان كان هني بدهم يخلقوا طرف ثاني يواجه طالبان كانوا عملوا مثل ما كان الوضع قبل ما يفوت الامريكاني على افغانستان، كان في تحالف الشمال. نعم. كان في
احمد شاه مسعود واسد بنشير وكل هودي وعبد الرشيد دسم الجنرال والى اخره كانوا عاملين مواجهه كبيره مع طالبان وتقريبا كان البلد مقسوم 60 يعني 40 يعني الامريكان دائما بيخذلوا هلا نحن لا الامريكان اخذوا قرار استراتيجي بافغانستان انه هن بيعملوا اتفاق انا برايي ما تاخذ كثير القطريه بعيد عن الدور الكبير اللي لعبوه وانا اكيد حيكون في دور قطري بتمويل طالبان بمرحله مقبله وبعتقد جزء منه للضغط على الصين لانه افغانستان عندها حدود مع الصين وتعرف امريكا عندها شو صراع كبير اليوم اقتصادي مع الصين ونفس الشيء ايه بس لنقول للمشاهد انه مش للضغط على ايران للضغط على الصين اكيد جزء منه الضغط على الصين جزء منه الضغط على روسيا لانه اليوم ما تنسى انه الوضع ب القرم جزيرة القرم القرم اللي احتلتها او اللي استولت عليها روسيا وعندك كمان الوضع اللي هو كييف أوكرانيا. واوكرانيا كمان هيدا بيأثر على الوضع مع امريكا فهيدا ضغط على الروسي وكمان ضغط على الروسي بموضوع سوريا ما تنسى انه بعد الوضع السوري ما تم الوصول الى حل فيه الامريكان بدهم انه الايرانيين ينسحبوا واكيد جزء منه ضغط لعمين على ايران لانه اليوم اذا لاحظنا كانوا كثير قراب يعملوا اتفاقيه الامريكان مع الـ 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 مع ايران ولكن توقفت مين قال انا هيك عم اقول لك توقفت نتيجه مش الاتفاقيه نتيجه الدور الايراني بالمنطقه هلا بتقول لي وانا كنت عامل تويت امبارح نتيجه اللي صار بافغانستان انه الامريكان سلموا افغانستان لا طالبان بدون اي ضربه كف تسليم سلمي يا حرام على الناس عم شقوا بدوليب الطياره انه خايفين بس يجوا يطبقوا الشريعه بحرفيتها خافوا تعلقوا بدوليب الطياره شفت الصور يعني وانا بدور خايفين انه من طالبان بدور كبير قطري قلت هل انه يعني بترجع هل سوف يوكل جو الاخوان المسلمين نعم ويطلب من قطر القيام بدور ما بلبنان بالمرحله المقبله بالحل هل اللي صار بافغانستان هو للضغط على ايران وعلى حزب الله كمان نتيجته بلبنان او لاعطاء حزب الله الدور الاكبر بلبنان هيدي علامه استفهام كبيره التقاطع بتقول انه راح يعطوا لحزب الله دور معنوي اكبر بلبنان لانه انت عم تلاحظوا انه هن عم بيروحوا الامريكاني براغماتي الامريكاني ما عنده حليف دائم وصديق دائم ولا عنده عدو دائم ممكن لا عنده مصالح عنده عدو هو بيكون حليفه مزبوط فاليوم ممكن يكون استراتيجية انه منروح على البلدان اللي نحن حاولنا 20 سنة بافغانستان ما قدروا غيروا شيء دفعوا تريليون دولار مصاريف بافغانستان شو قدروا عملوا اضطروا ينسحبوا طيب بس استاذ شماس فلكن سلموا البلد وقت بتقول هالشيء يعني ما بعرف اذا انا بدي اعطي وجهة نظر بتقول انه وقت نحن بنقول انه فشلوا بالمطرح الفلاني او فشلوا بالشرق الاوسط او فشلوا بافغانستان الامريكان هن بالنسبه لهم بيعتبروا انه نجحوا يعمموا الفوضى لا انا برايي ما عمموا فوضى لا اليوم مش عم بحكي سلموها عن افغانستان عم بحكي عن المنطقه سلموها بالعكس كان فيهم هن يروحوا على فوضى مثل ما قلت لك ويرجعوا يسلحوا هيدا التحالف تبع الشمال لا سلموا حدا ما عملوا هالشيء ابدا سطوي. هالمره عنده سطوه تركوا الرئيس يعني. اللي هو اصلا ضعيف ما جابوا رئيس ما جابوا رئيس أوي. من التحالف الشمالي اللي عنده قاعده شعبيه وعنده ميليشيا وعنده مقاتلين جابوا رئيس من كان ساكن بامريكا ما عنده اي شعبيه وعند اول لحظه وقت عرف انه الاتفاق تم حمل حلوفه بالطياره وعبى شنط كلها مصاري مثل ما سمعنا وترك منا بالمطار دائما بافغانستان وباكستان عندهم زيجات مع اللبنانيه يعني مرته اللبنانيه الاصل وحتى يعني حتى بباكستان وبافغانستان على مدى 20 30 سنه كانوا المسؤولين تزوجوا لبنانيات هذا شيء منيح ما بعرف يعني عم تحكي عن الشنط وما بعرف على كل حال بس انا اللي بدي اقوله ممكن يكون كمان وسيله ضغط على ايران تيعملوا حل ابتداء من اليمن للعراق لسوريا ولبنان ممكن وانا برايي هيدا جزء كثير مهم برايي بالاستراتيجيه الامريكانيه نتيجه الانسحاب من افغانستان هل اغفلت انه الحكم بايران او النظام بايران لطالما كان عنده اخذ وعطى مع حركه طالبان حتى مسؤولين من طالبان كانوا عايشين بطهران انا برايي الـ 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 الايراني كان على علاقه جيده مع النظام السابق والرئيس السابق
وكان عم بيخلق توازن، لأنه اليوم بس بيرجع طالبان على الحكم لا بشكل تهديد لإيران. وأنا برأيي اليوم صار في مواجهة بعد ما ابتدأت بين أفغانستان السنية وإيران الشيعية. أنا برأيي اليوم عمل لك الأمريكاني طلع بطريقة ذكية، توازن رعب، عمل 3-4 سنين حوار من خلال قطر وبالدوحة بالمباشر وغير المباشر، وصلوا على تفاهمات. أنا برأيي الاتفاق اللي تم في بنود لم تعلن، يعني نمط في بنود لم تعلن، نمط الإخوان المسلمين هاللي أسقط بمصر وما نجح كتير يعني بشمال سوريا وما بعرف وين وهيك، تركز بالبلقان يعني برأيك هلأ بأفغانستان النمط، يعني مثلا نقول حركة طالبان يعني الأصولية، والأصولي مش معناتها أنه الأصولي يعني هو ينفذ الشريعة حرفيا، هذا معنى الأصولية. حركة يعني طالبان بشكل عام حسب ما نحن بنعرف ودارسين ومنقرأ هي أكتريتها هي حركة محلية، يعني ما عندها تشعبات خارج الحدود الأفغانية. شو بدك أكثر من أفغانستان؟ لهالسبب أنا عم أقول قوتها مستمدة من الداخل، وهيدا دليل كتير لنا كلبنانيين، خاصة الشعب اللبناني اللي هو منتفض وأنا واحد منهم، إنه ما نتكل على الأجنبي لا الأمريكاني ولا الأوروبي. يجي كيف تتكل على الأمريكاني؟ ما بيخذلك، يجي يعملنا المعركة. نحن كلبنانيين لازم نحن نكمل المعركة لحتى نعمل التغيير الكبير، وبرأيي لازم إزالة كل هالطبقة السياسية اليوم اللي هي عم تشكل الحكومة. قلت لك أنا برأيي أنا الشخصي ما عندي أي ثقة لا برئيس الحكومة ولا بكل الأحزاب اللي داخلي. أكثر من هيك إنه اليوم بدي بيمثلوا كل هودي اللي عم يشكل الحكومة، ما الشعب صار محل. مين قال؟ أنا عم أقول لك الشعب صار محل، وشوف شو صار بعكار من يومين، وردة الفعل مناطق فيها مسيحية وسنية، ردة الفعل ضد طيار المستقبل، ضد طيار الوطني الحر، ضد كل النواب الموجودين، حتى ضد القوات النواب الموجودين. فأنا بدي أقول لك إيه ردة الفعل من الشعب اللبناني اليوم نتيجة الوضع السيء اللي نحن عم نمرق فيه، والفقر اللي صار كل واحد منا فقير، وما بقى فيه أدنى حد من مقومات الحياة في لبنان، أكيد الشعب صار محل تاني. أستاذ شماس بدي أسألك عمليا، بدي أعطي نموذجين، منزل عائلة فيها 4 أشخاص بأيدوا حزب معين، بعد في 2 منهم اللي هن أقل يعني أكثر فقرا وبالمستنقع بيقول لك يعيش الزعيم، و2 منهم بيناقشوا ولكن بعضهم مع الزعيم. بذات الوقت إذا أنت بدك تخوض معركة كثورة وتجلب هالشعب أنه هالانتفاضة تترجمها وتقرجها بالانتخابات، أول شيء القانون إذا كان لصالحك أو مش لصالحك، تاني شيء بدك تكونوا كثورة عندكم هيئة أو هيئتين موحدة، يعني إذا ما قلنا هيئة واحدة بده يكون فيها هيئتين حتى إذا استهدفت هيئة تكون الثانية لا ترتهن. طيب وين شو عملتوا لحتى تخلوا هالشعب؟ هلا أنا بالنسبة لي أنا معارض وأنا أكيد داعم للثورة، ولكن مش كل واحد أنا مش اليوم عم بسألك كقائد بالثورة، عم بسألك كفكر ثوري أو فكر تمردي أو فكر إصلاحي. طيب شو عملتوا؟ هلا ما فيك أنت اليوم بعد سنتين يعني بس أنت سنتين. أنت لا في كتير بعتقد في كتير أشخاص برزت من خلال الثورة ومن خلال الانتفاضة الشعبية ومن خلال المجتمع المدني والمجتمع الأهلي، في كتير ناس. الأساس هو أنت تقدر تعمل قواسم مشتركة، وأنا برأيي هنا وضروري أنه ما يروحوا كتير على أفكار كتيرة وواسعة ومتوسعة، أنا برأيي لازم التركيز على هدف 2 أو 3 شعارين أو 3 كأهداف. هي أهداف تكون جامعة وجامعة وعابرة للطوائف وعابرة لكل الناس لحتى أنت تقدر تعمل تغيير. وأهم شيء أنه مش كل واحد يقول أنا بدي يكون مرشح عن نيابي. أنا برأيي لازم يكون في آلية معينة بتقدر تخلق هاللوايح على كامل الأراضي اللبنانية. المهم أنا برأيي بالنسبة لألي أنا اليوم بغض النظر إن كنت أنا مع الثورة ولا بس معارض ولا إنسان المهم حر، هذا الفلك. أنا هذا شخص حر بالآخر، ما بنتمي لحدا، ما حدا بيمثلني. أنا ضد هالطبقة السياسية وأعلنتها من 2 وأنا مكمل بهالاتجاه وعمل خطة اقتصادية، ولهودي الجماعة بدنا يعملوا أي إصلاحات كانوا بلشوا بحكومة حسان دياب من يوم استقالة الرئيس الحريري. طيب ولكن بحكومة حسان دياب صار في شغلتين على الطاولة، منها التعيينات ومنها الكهرباء،
يعني يقال انه ان كان زعيم او رئيس او ما بعرف شو، هي الدنيا مواقف بلبنان. ياخذ موقف من هون حسان دياب، انا عندي موقف، يرجع يغير موقفه، والا كان قاضي الثوره. استاذ جلال، انا من اول يوم وقت اللي كان تكلف الدكتور حسان دياب لتشكيل الحكومه، احد الاصدقاء المشتركين، انا ما بعرفه، قال لي انه انا حابب انه انت تتعرف عليه، كان بعده ما شكل الحكومه. قلت له لا، انا انطباعي الاولي عنه انه هو غير كفو، ولا يمتلك الشخصيه، ولا يمتلك الخبرات التنفيذيه، ولا يمتلك الخبرات العالميه. جديد يعني بعده؟ لا لا لا، استاذ جامعي اكاديمي واضح، انت اليوم بدك قائد، انت جاي تعمل. طب هون رجعنا نقول ما يعني منا شغله يقود بهيك ظرف، منا شغله هينه تعمل رئيس حكومه. لا هينه بدك اي واحد، انا في يكون مثلا، في يكون منا صعبه، انا عامل خطه اصلاحات وانقاذ ماليه واقتصاديه، واعلنتها بمؤتمر صحفي من سنه ونص، وبوقتها لو نروح على طبقنا الخطه، انا خلال 5 سنين لـ7 سنين نطلع من الازمه. طيب لنفترض تالفت الحكومه من هلا، انا ما عندي ثقه. تقول لك شغلي، ما عندي ثقه بالرئيس ميقاتي، هو جزء من المنظومه. كيف؟ انا ما عندي ثقه. كيف جزء من المنظومه؟ اكيد جزء من المنظومه، كل مصرياته عاملهم بلبنان. هو من وين عمل مصرياته؟ مش من اتصالات؟ طيب شو وحده مش ايام الوجود بخيم؟ طيب بالسودان، بالسودان كان عنده، كان عنده استثمارات. هلا وقت اللي مصاري السودان هن خاصهم اخذهم من لبنان، انا مش عم بحكي عن مصاري السودان. طيب انا عم بحكي يعني عن المصاري اللي عملهم وقت اللي هو يبلش بالاتصالات بلبنان ايام الوجود السوري، الاحتلال السوري، هو كان شريكهم، سهلوا له. طيب كان في حدا غيره بده ياخذ كمان؟ طيب يعني. انا ما عم اقول شيء، انا عم اقول عنه بالتحديد، وانا عم اقول عنه على كل رؤساء الحكومات السابقين اللي هن بشكل نادي الرؤساء الحكومات. هيدي اول شغله، انا ما عندي شيء شخصي ضده. ايه بس استاذ شماس، بدنا نجيب ناس شهيد. استاذ جلال، اذا جارك، اذا جارك عنده سياره داسيا او ما بعرف شو ما كان، شو ما كانت السياره، بعد 3 سنين بتلاقي عنده شيء 30 مليار وعنده ما بعرف شو، هذا اذا واحد هيك وتجي تعتتهمه بيقول لك لا انا عملته من انا شغلي. ما عم بتهم شيء، انا عم اقول لك انه هو جزء من المنظومه. اوكي، هي اول شغله. ثانيا، هو عنده ليبون بوست رقم 3 في عقود ب 20 25 مليون دولار اخذهم بفايده 0 أو 1%. طيب واحد بيملك مليارين دولار بيروح بيعمل هيك؟ لا، هذا ما بيعطي انطباع جيد عن مصداقيه وشفافيه. انا ما عندي شيء شخصي مع الرئيس ميقاتي، انا ما عم اقول سيء ولا ممنيح، انا عم اقول لك بينتمي للمنظومه. لا بس أنا على القليل افضل الموجودين يعني. لا، في افضل منه بكثير، اسمح لي فيها، هيدي مش مقبول هي الكلام. افضل موجودين مين؟ مع السلطه الفاسده. بالنسبه للجو العام ككل. مين الجو العام؟ بدك واحد يالف حكومه ويكون لسان حاله منيح مع الجميع ويقدر يتصدى للمرحله المقبله، يعني ما فيك تاخذ. استاذ جلال، المشكله خليني اقول لك اياها من الاخر، وخلينا بدون ما حتى نحكي الامور بكل صراحه، اللي عم بيسمي رئيس الحكومة هو الثنائي الشيعي. إذا هني مش راضين على رئيس الحكومة ما بيجي. طب هذا الواقع شو؟ طيب إيه هذا الواقع بده يتغير. فوتونا بالحيط الثنائي الشيعي، دمر البلد، فلتين أمني، الاقتصاد انهار، هني قالوا له مفتوحة الثنائي الشيعي، هني قالوا عملوا هيك بالكهرباء وعملوا هيك ما بعرف، هني كانوا مستلمين الكهرباء قبل، هني مستلمين وزارة المال، هني استلموا وزارة الطاقة قبل، هني استلموا وزارة الأشغال، هني استلموا وزارة الصحة، هني مسكين الدولة مهيمنين عليها. أنا مش عم حملهم بس لوحدهم المسؤولية، هني والتيار الوطني الحر وحزب الله وأمل والاشتراكي والمستقبل والمردة كلهم. مشان هيك أنا اليوم عم شوف كيف بدك تعطيني مصداقية، كيف بدك تخليني يكون عندي ثقة بالحكومة بدها تتشكل. كيف بدك تتجاهل 50% من الواقع؟ يعني إذا في يعني شفنا بالحراكات، أول مرة نزلت الثورة 17 تشرين، صار في ثورة شهر كان كل الشعب بوجدانه موجود، إجوا بعدين الجمهور الآخر اللي هو بين إنه لا جمهور موجود وفنش اللي عاملين ثورة. ولا يعني إذا أنا كنت بالثورة وشفت في جمهور تاني كمان عم بيكمل على يعني عم يخترق تظاهرات الثورة، يعني هذا الجمهور موجود. كيف بدك؟ أنا ما عم أقول إن الأحزاب مش موجودة، هي أول شيء. يعني منا هينة، أنا مني جاي ألغي الأحزاب، أنا عم أقول الأحزاب هي غير ديمقراطية، هذه أحزاب ديكتاتورية، هيدي أحزاب الشخص الواحد، هذه أحزاب قياداتها والأنتراج حواليها شاركوا بالفساد، وهني سبب انهيار لبنان، وهني سبب سرقة المال العام، وهني سبب التغطية على السرقة، وهني سبب سرقة أموال المودعين.
انا من هون عم بحكي، انا مش عم اقول بدنا نلغي، في داخل الاحزاب في اوادم، وداخل الحراك والانتفاضه في كمان منهم اوادم. نحن انا ما بعمم، انا بقول لك انه اليوم كل الاستطلاعات بتقول انه اكثر من 70% من الشعب اللبناني يرفض هذه الطبقه السياسيه. هذه الكليشيه بدنا ننزلها بالانتخابات. هاي اول شغله. رقم الانتخابات ايه، بس استاذ جلال نعم، هودي الجماعه الرئيس الحريري باخر تشرين الاول 2019 قدم استقالته وقال انه انا ارضخ لهذا الشعب نعم. المنتفض، وانا بقدم استقالتي. شو راحوا عملوا الثنائي الشيعي؟ جابوا حسان دياب. طب ما مبين الفشل من عنوانه، هاي اول شيء. طيب انت كيف بدك تكمل؟ انت اليوم برايك هل المجتمع الدولي يثق بهذه الطبقه انه تعمل اصلاحات او يعطيها اموال؟ ايه بس لا يثق. من كم شهر كانوا يقولوا انه اعملوا مثل ما حضرتك عم تحكي، اعملوا حكومه مثل ما حضرتك عم تحكي. هلا صار المجتمع الدولي خيعملوا حكومه توافقيه تدخل الى الاصلاحات بطريقه مرتبه، وهذا يعني ما عادوا متشددين بانه هودي الافريقاء. خليني اقول لك، انا برايي المجتمع الدولي يمكن بده كمان عم بيحاول يستدرج الطبقه السياسيه شكله حكومي، ويعمل شكل حكومي، يعملوا انتخابات مشان يعملوا انتخابات. انا برايي المجتمع الدولي عم بيراهن انه الشعب سوف ينتفض خلال ويفاجئ الطبقه السياسيه ويعمل تغيير. وانا برايي هون في هون مرحله تحدي. او نقطه مفصليه بتاريخ الشعب اللبناني، بتاريخ لبنان. ايه بتاريخ لبنان، لانه اليوم اذا ما بنعمل انتخابات وإذا ما بتكون ديمقراطية، أنا برأيي حيكون في مراقبة دولية. إذا ما بنعمل خيارات صحيحة، أي حدا أي حدا أحسن من الموجودين. أنا اللي عم أقول لك إيه اليوم، مثلا عم بسمع الرئيس ميقاتي أو أجواء الرئيس ميقاتي إنه طرح إنه أحد الأحزاب اللي عندهم كتلة من 3 نواب قال بده 3 وزراء. طب يا خيي عن المرض يمكن نعم، هيك سمعنا. وأحد وزرائه كان بوزارة الأشغال، عليه شبهات فساد من هون للشمال، وعليه عقوبات امريكيه، ومتهم بملف تفجير المرفأ. طيب بس طيب كيف هيدا؟ هيدي ثابته؟ لا ما عم اقول اسد متهم، ما قلت شيء. انا اللي عم اقوله لك يصحوا على كبرهم بقى، كل هالاحزاب يقعدوا على جنب، اسا عم بيشاروا انه بدهم حصص كبيره. لك الشعب 70 80% ضدهم، يروحوا يجيبوا من الشعب الاوادم، الشعب اللي هو عنده كفاءات، اللي عنده خبرات، هن اللي بيعطوا مصداقيه للحكومه. طيب اذا مش هالاحزاب الفاسده. طيب طيب هودي الاحزاب عم تحكي عن هلا حضرتك. انا كلهم عم بحكي كلهم. طيب يعني كلهم اذا في واحد فاسد وواحد ممكن يكون مرتكب فساد وواحد ساكت على الفساد، كلهم سوا كلهم هي ذات. طيب حضرتك من الكوره مزبوط؟ صح. طيب اذا بده يصير انتخابات بالكوره على هال القانون الموجود، طيب في عندك صوت تفضيلي وعندك معروف شو هو اليوم. اذا اللي بيفكر مثلك واللي بيفكر انه يتطور لبنان ويخرج من العباءات الاقطاعيه والطائفيه وحتى والعائلية، حتى اللي ما كانوا اقطاع صاروا اقطاع، يعني على مدى 20 30 مزبوط سنه بيصيروا هيك. طيب برايك الشعب، ونحن بنعرف بلا زغره بكل المناطق بس بالكوره في عندك متعلمين. طيب وقت بصير انتخابات شو رح يصير؟ انا برايي بدك تفاجئ بالكوره، حيصير في تغيير، وبعتقد انه معظم النواب الحاليين ما حيرجعوا. طيب بتلاقي في ارضيه حاضره انه حدا عم يشتغل قبال الاحزاب او قبال الموجودين انه عم يعمل مثلا حراك معين، عم بيطوروا الارضيه حاضره، بس بعد ما حدا برز بطريقه كبيره، ولكن الارضيه جاهزه، بدها الاشخاص يكونوا ويعلنوا عن نفسهم. بس انا برايي حيكون في تغيير كثير كبير، وخاصه عند المسيحيين. انا برايي نص النواب حيتغيروا عند المسيحيين على الاقل. طيب استاذ شمس، برايك موضوع الانا عند المواطن اللبناني بشكل عام وبالمكون المسيحي، هل انا مثلا بيبقى في 100 شخصيه قاضي راي، طب كلهم هو بده يعملوا نواب او كلهم بدهم يعملوا مش قاضي؟ بالضروره هون هي قد ايه بتاثر سلبا. انا مثلا اجمالا مع انه يصير في نوع من استطلاعات ودراسات، صارت هذه وقت الانتخابات الهندسي ايه؟ يعني بشيء جزئي انه والله عملوا هيك، بس على القليل الاكثريه قدروا عملوا مثل ما بيقولوا التسونامي. نعم التسونامي. نعم. انا برايي حتى لو صار في ايه بس منيحه عده لوائح عند المعارضه او الانتفاضه الشعبيه،
بدك تعرف كمان انه كل منطقه لخصوصيتها. يعني اليوم اللي بيكون عنده حضور قوي ببيروت مش بضروري يكون عنده حضور قوي بالكوره. نعم. او مثلا او العكس. مشان هيك لازم يكونوا اهم شيء البرنامج يكون مثل ما قلت لك الاهداف، ما نحط كثير اهداف، نحط هدف. الهدف الاساسي انا برايي لازم يكون ازاحه وازاله الطبقه الحاليه من السلطه. هي لازم يكون الهدف الاساسي، ونحط عنوانين ثلاثه: استرجاع الاموال المنهوبه من خلال، انا مثلا طرحها بالخطه من سنه ونص، من خلال تحويلها جريمه للمجلس العدلي، بصير في محقق عدلي. رقم اثنين، طلب من الامم المتحده تشكيل لجنه تحقيق دوليه تواكب عمل المجلس العدلي تيعطيها قوه ومصداقيه. رقم ثلاثه، ساعتها هون بتعمل تدقيق جنائي. يعني انا عم اقول مثلا فخامه رئيس الجمهوريه مصر على التدقيق الجنائي. التدقيق الجنائي ما بيكون من مؤسسه او وزاره هي عليها شبهات فساد. يعني معقوله وزاره المال اللي عليها شبهات فساد ووزراء عليها شبهات فساد هي بتطلب وبتتعاون مع هيدي شركه الاستشارات بتعمل التدقيق؟ ما بتزبط. وزاره كهرباء، وزاره مشان هيك لازم يكون، ما بعرف شو اصلا شو بده يصير. بده يصير في تحقيقات، مزبوط، بده يصير تحقيق بموضوع نهب المال العام واموال المدعين وكيف وين راح. ايه يعني بتبلش محقق عدلي بيواكبه لجنه تحقيق دوليه بتساعده، بتكون معه، بتشغل اون باراليل. رقم ثلاثة، ببلش تشغل مين؟ الشرطة والأمن يساعدوك بالاستقصاء والتحقيقات. بالوقت نفسه بتكون أنت عامل متعاقد مع شركة أو شركتين عالمية مشان تدقيق مالي جنائي. هون ساعتها بتبلش اللعبة بطريقة صحيحة. كل التحقيقات لازم تتم من خلال القضاء، وبتتم كمان من خلال الشرطة والأمن. بس وين حيصير؟ إيه إذا بنعمل، مشان هيك أنا عم أقول لأنه كل جهاز تابع حدا. يا أستاذ جلال، لا، في ضباط بتقدر تنقيهم مثل ما سوت اللجنه التحقيق الدوليه. في قضاء؟ ايه اكيد في اوادم، ولكن القاضي اليوم البيطار عم يتصرف بطريقه كثير جيده وشفافه وعم يوحي بالسياق. في مثله كثير. وفي مثله كثير. انا اللي بدي اقوله اهم شيء تكون انت حر. انا اليوم لو كون وزير ما حدا بيمون علي. طيب لا رئيس جمهوريه ولا رئيس حكومه ولا حدا. طيب بدي اسالك هون عن شغله، يمكن هي خيال او حلم او شيء. طيب قصه بين هالاشياء عم بتضيع، من اين لك هذا؟ يعني اليوم في واحد ما بيكون مش سارق، ما يعني ما في عليه ورق انه هو سارق او عامل صفقات او شيء، بس مثلا كان عنده مثل ما قلنا كان عنده بيتين، هذا صار عنده فيلل، صار عنده سيارات، صار عنده مليارات، هو يعني كذا واحد. طب هذا اللي ما في عليه اثبات، كيف هل بتدخل بموضوع التدقيق الجنائي؟ ايه استاذ جلال، ما قلت لك نحن منبلش محقق عدلي مع لجنه تحقيق دوليه. ليه؟ لانه في عندك ديفرنت يعني عده درجات مستويات. عده مستويات بهودي الحراميه السارقين وناهبين البلد، منهم على المستوى الكبير، منهم اصغر، منهم اصغر. ايه بس انا اللي عم اقوله التحقيقات بتختلف. الناس حضرتك ما في عليك، انت ما افترض لنقول انه انت قاضي، ما في عليك اي ممسك، ما في ورقه. لا انت قاضي، كان معك تقبض 3 ملايين ليره بالشهر، معك سياره حق 2000 دولار، طيب صار عندك اموال طائله وما في عليك ممسك، بيقول لك يا اخي مين من الفساد. لا استاذ جلال، انت اليوم وقت قلت لك تحقيق المال الجنائي وبتستعمل الامن والشرطه والقضاء، لانه هيدا عمل قضائي امني بحت. هون بدك تروح على يعني تدخل بهذه اكيد هون بدك تروح على القانون اللبناني اللي هو من اين لك هذا، الاثراء الغير المشروع، كل هيدا. انت فكر انه بدك تروح تقعد 5 سنين تعمل تدقيق مالي جنائي لكل شيء بوزاره الدوله؟ يمكن هني ما يفكروا انه من اين لك هذا. لا انت اليوم خليني اقول لك شغله، انت اليوم فيك انت كمقاول، انت مرتبط باحد الزعماء بلبنان. نعم. مثلا اخذ لك شي 50 مشروع، المشروع اللي كان تنقول 100 مليون دولار وكله كانوا عم يعملوه بتوزع، هو بيكون 10 ملايين بيعملوه ب 100 مليون بيوزع على الباقي. طيب انت عامله من ضمن القانون؟ اه اللي هو انه سارقهم؟ لا. طيب انت من وين بتفوت عليهم للناس؟ مثل ما قلت بتفوت على حساباتهم، بتفوت قديش بيعملوا اموال، وبتشوف قديش هو الانكم مدخولهم. اذا واحد معاشه 5000 دولار وبيملك 50 مليون دولار وصار له 20 سنه بيشتغل، انا هي حبيت اسالك بتصورك، يعني اذا يعني بتجمعهم قديش وما صرف شيء وعلى كذا سنه بس جمع معاشاته ورواتبه على 20 سنه ما بيطلعوا 300 الف دولار، كيف بيملك 50 مليون؟ ها هاي فهون عم اقول لك التحقيق هون
التحقيق مش بس تدقيق مالي جنائي، التدقيق المالي الجنائي ضروري. وين بتبلش؟ بالمصارف وبمصرف لبنان. انا ما بروح على الوزارات ابدا، ما بضيع وقتي. اها، بتشوف على الاشخاص. بروح على الاشخاص. انا هون المشكله، وعم يتخبوا بالحصانه وعم يتخبوا بالسريه المصرفيه. انا برايي هون المشكله. اليوم في علامات استفهام على حاكم مصرف لبنان مثلا، انت بدك تشوف بالتدقيق المالي الجنائي هل عاطي شيء مثلا لاشخاص من حسابات هو مصرف هو لبنان؟ صرح قبل ما يكون بيعمل حاكم، صرح على امواله ورجع اشترك مع القوى السياسيه انه طلبوا منه هيك، هو نفذ له. السجل في طريقه كثير يعني بسيطه. بتعرف كل واحد شو عامل وما عامل. شو بدك تشيل كل السريه المصرفيه عن كل اللي هن تعاطوا مع الدوله، ان كانوا موظفين مباشر او عملوا عقود او كانوا مقاولين او كانوا تجار كبار، وكل شيء بتفوت عليهم. بتعمل هيدا التدقيق وبتحقيق، هو تدقيق وتحقيق بكل السنين من ال 85 لهلا على مدى 40 سنه. تقدر تعرف كل شيء، كل الترانزاكشنز هي موجوده بالمصارف. وقت قال حاكم مصرف لبنان من يومين ثلاثه عمل نعم. حديث على نعم. صوت حديث كان مبكر وانا سمعته وكان عندي راي كمان منه نعم. اللي بدي اقوله في جزء منه مزبوط، وقت قال انه هو ما بيعرف بالتحويل بتصير لبرا، مزبوط، لانه التحويل بيصير بين حساب المصرف برا، المصرف برا الكورسبوندنت اكونت لا مصرف ثاني، فما بيمرق بمصرف لبنان، مصرف لبنان ما بيحول له. نعم فهمت علي؟ التحويل لمصرف لبنان ما بيقربوا عليها، بس اذا طلبوا من مصرف لبنان لانه هن عندهم ودايع بمصرف شفنا لبنان قديش يحول. بس مصرف لبنان ما عنده، مصرف لبنان بيعرف يوميا قديه صار في تحويل الى الخارج بس من كل مصرف. بيعرف الرقم، بيعرف الرقم بس ما بيعرف الاشخاص. مين ما بيعرف؟ ليه؟ لانه كل يوم بيعطوه هن المعلومات، عنا هالقد ديبويات، هالقد بقي. وحتى الشركات اللي بتبعت كاش كمان هي قانونة انه هي تنقل، ما لها قصة. هلا انا هون عم نحكي هلا شوي عن المصارف وعن نعم. حاكم مصرف لبنان. هون انا كان عندي موقف كمان من سنه ونص، قلت يجب وقف الدعم، لانه الدعم كان هو واضح من اول يوم انه هي سرقه ونهب واحتيال. ايه بس اللي السلطات ما بدهم كانوا يوقفوا. ايه بس خليني اقول لك شغله، هلا هن احرار. ايه بس مش هو ذنبه انه وقف او لا؟ بلا، في له ذنب وفي عليه مسؤوليه. كيف؟ لانه اول شيء انت اليوم وقت اللي انت بتقول انا بدي ادعم حدا بده يكون عندك الاموال، هيدا بيكون مالك الخاص. طب قال له من سنه ما فينا بقى ندعم. يا استاذ جلال انا عم بحكي هلا بالقانون. إيه؟ نحكي بالواقع. هو كان عمل نسج تفاهمات ان كان مع رئيس الحكومه او وزير المال او وزير الطاقه او وزير الاقتصاد او وزير الصحه وبتغطيه من مجلس وزراء. اوكي ايه، بس ولكن بدون اي مسوغ قانوني. يعني انت اليوم انا ما بدي اتدين منك، شو معناتها انه انت بدك انت تدعم استيراد سلع وبنزين ومازوت وادويه على سعر 1500 بدك تدفع وسعر السوق تنقول 10000 بدك كان. تدفع الباقي. اوكي مين بده يدفعهم وكيف؟ شو المسوغ القانوني اللي عمله حاكم مصرف لبنان مع الحكومة والدولة اللبنانية؟ ايه وقتها ما كانوا يسألوا لا يحفظ، بس وقت صاروا يسألوا صار بده مسوغ قانوني وقت اللي يحفظ حقوق الناس والمودعين. أنا هون بحمله مسؤولية لحاكم مصرف لبنان. ايه ما هو وقتها ما كانوا عم يسألوا انه ليش أدبر، هلا بس صاروا يسألوا قال لهم بدي مسوغ. ايه بس هيدي مش أموال الدولة، هيدي أموال تعود لأطراف أخرى، هذه أموال تعود لمودعين. هو تصرف فيها أول شيء بدون اي قانون وبدون اي تشريع مسوغ. مزبوط، يعني هيدي مزبوط. عمل لبنان بلد العجائب. ايه غلطه كبيره. باخر هالحلقه شو بتحب توجه كلمه استاذ شماس؟ انا بتمنى انه يشكلوا حكومه، لانه تشكيل الحكومه ممكن يساعد شوي بتريح الوضع، وبعدين يخفف هيدي وقفه الذل للناس عم حطت البنزين، ويجب ما ويجب رفع الدعم لحتى بتعرف شو هالناس اللي هي كمان عم تكزر بسياراتها كل يوم. ما حدا عم يكزر، تخفف مشاوير، ما فيك تمشي على الطرقات. ما فارقه معهم، ان شاء الله بيموت المواطن على المحطه او ما فارقه معهم. ما فارقه معهم شو؟ لو فارقه معهم كانوا بعدهم هالقد ماشيين بالموضوع. بس يا استاذ انا بدي اقول لك الصفقه او الهبل من العراق لتيجي على لبنان بعدهم، اللي هي بتخليك شركه الكهرباء 9 ساعات بالنهار على سنه ببلاش، ما عم بيخلوا عم بياخروها توصل. استاذ جلال سالونا جنبلاط ليش؟ قالوا انه هي مافيات البترول. بس استاذ جلال هيدي البترول اللي جايبينه نحن ما فينا نستعمله مباشره. ايه بس بيبدلوه، هيدا خام بيبدلوه بالبحر. اما في حدا
حدا هلا بده يجي ياخذ المشروع ويعطيهم بالبديل وهو متفق مع السياسيين. انا اللي عم اقول لك اياه انه نحن اللي جايين اليوم حتى لو اجت حكومه لك من الاشخاص نفسهم اللي نهبوا البلد هن جايين شكلوا الحكومه كل هول الاحزاب. يعني انا ما عندي ثقه. اللبناني مجمل اللبنانيه تعلقوا بحبل الاوهام والالهام، نحن بدنا يتعلقوا بحبل الرجاء أنا والأمل. أنا رجائي وتمنياتي أنه الشعب اللبناني يكون تعلم درس كبير بس يروح على الانتخابات مرة تانية، ما ينتخب أي حدا بالسلطة لأنه هودي اللي سرقوه نهبوه قتلوه، خاصة بتفجير المرفأ وتفجير اللي صار مبارح بعكار، هيدا لازم يدفعوا ثمن كبير الطبقة السياسية. أين نحن من جوع شعبك بيلحقك؟ ان شاء الله لا، انا مش هعمل هيك، انا ما بقى انتخب اي حدا انتخبته بحياتي بالماضي، هيدي على الاكيد، وانا رح روح بالاخر بالمعركه مع الانتفاضه الشعبيه ومع المعارضه لحتى نعمل تغيير جذري بلبنان، لانه كل ما يبقوا هالجماعه ما حيبقى شعب بلبنان، كل واحد لبناني اليوم قادر يسافر او معه باسبور اجنبي فل من البلد، واللي منه قادر وبيقدر يبيع اللي تبقى عنده تيقدر يسافر حيعمل هيك. تغيير الجذري عفوا، يعني ان شاء الله بيوصل على التغيير الجذري مش الجذري. على كل حال تغيير جذري. استاذ شماس نحن بنشكرك من تلفزيون لبنان واهلا وسهلا فيك، ويعني طبعا كنا بنطول اكثر في نشره اخبار رح مع ميري ابراهيم بعد شوي. مشاهدينا الكرام نشكركم والى اللقاء مساء.